انا النهارده هعمل كل التمرينات الرياضيه يا خوخه، وانتي هترسمي ايه النهارده؟ مش عارفه. ممكن يا فلفل ارسمك وانت بتعمل تمرينات رياضيه؟ دي اكيد هتبقى رسمه هايله يا خوخه. انا هبتدي. خوخه اقف وبطل مشي عشان تعرفي ترسميني؟ لا يا فلفل، كمل مشي، انا عاوز ارسمك وانت بتتحرك وبتعمل رياضه. حاضر. هوب هوب وحني، هوب هوب وحني، هوب هوب وحني. خوخه متاكده انك هتعرفي ترسميني وانا بعمل الحركات دي؟ هو كده الرسم بقى اصعب، بس مش مشكله، كمل يا فلفل التمارين الرياضيه بتاعتك وانا هحاول ارسمك. دي اكيد هتبقى رسمه حلوه قوي، رسمه فلفل الرياضي. التمرينات اللي انا بعملها دي بتخليني نشيط، انا بحب الرياضه جدا. هوب 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 هوب. خوخه لسه عارفه ترسميني يا خوخه؟ ما تقلقش يا فلفل، اعمل تماريناتك عادي وانا هتصرف. ايوه يا خوخه، الرقص ده نوع من انواع الرياضه، كله تمارين مفيده، وظريف قوي انك تعملي رياضه وانت بتسمعي مزيكا. يا ترى لسه عارفه ترسميني؟ ايوه يا فلفل، انا اتصرفت ورسمتك خلاص. فعلا خلصتي رسمه فلفل الرياضي؟ ايوه طبعا. بص بص، ايه ده؟ دي خطوط ملخبطه في كل حته في الورقه. ما هو انت يا فلفل ما كنتش واقف في مكان واحد. انا اسمي صباح. في اخر رمضان ماما واخواتي وانا بنعمل كحك علشان العيد. سمنه ودقيق وخميره علشان العجينه تكبر في الحجم. بنعمل منها نقاشات كتيرة. رامي أخويا ومنى بيعملوا معانا النقاشات، وكمان جارنا مينا وأخته مريان. بنرصهم في الصواني، وبعدين نحطهم في الفرن لحد ما يستوي. ماما بتخرجهم وتسيبهم يبردوا شوية، وبعدين نرش عليه سكر البودرة. الله، ده كحك طعمه لذيذ قوي، واحلى حاجة فيه ان كلنا اشتركنا في عمايل. التصوير خلص خلاص، لكن انا عاوزة افرجكوا على اهم المشاهد اللي في الفيلم بتاعي. احنا جاهزين يا كوخة. طيب طيب يلا، 3 2 1 اكشن. مهم جدا اننا ناكل 3 وجبات في اليوم، واول وجبة هي الفطار، بناكله لما نصحى من النوم الصبح. تحبوا بقى تعرفوا فطار مني بايه؟ انا بفطر عيش وفول وجرجير ومربى او عسل، ومعاهم كوباية لبن. تاني وجبة هي الغدا، ودي بناكلها في نص اليوم. غدا خوخة يبقى فيه رز وخضار مطبوخ او خضار في سلطة او عدس او فاصوليا بيضة او لوبيا. اخر وجبة في اليوم هي وجبة العشاء اللي بناكلها قبل ما ننام. عشاء فلفل بيبقى فيه اي نوع من انواع الجبنة، أو زبادي وبيضة وعيش طبعاً. الأكل هو اللي بيدي جسمنا قوة وطاقة وبيخلينا نكبر. ولما بناكل 3 وجبات بنقدر نلعب ونقرأ ونعمل أي حاجة إحنا عاوزينها من غير ما نتعب. خليكوا فاكرين دايماً، فطار نمنم، غدا خوخة، وعشا فلفل.
ممتاز ممتاز. شكرا يا خوخة، شكرا شكرا. عشت 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 عشت. وفي مشاهد تانية كتير مهمة في الفيلم، يا ريت يعجبكم لما تتفرجوا عليه. مع السلامة. جاهزين؟ التمارين التمارين شيء لذيذ مفيد، التمارين التمارين سهل برجل وين. جميل. ارفع رجليك واتنيها عليك. مظبوط جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. افرد ايديك والمس رجليك. اهو واحد اثنين ثلاثة أربعة. لف ودور على طول. واحد اثنين ثلاثة أربعة. هو ده الكلام. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. التمارين التمارين شيء لذيذ ومفيد، التمارين التمارين سهلة برجل وإيد. التمارين مفيدة والتمارين متعة. مش عايزة كلام. الرقص محتاج لتدريب، وتدريب لمدة سنين. تحفة بيحب التدريب، لكن تحفة اللي هو أنا عايز حاجة يعملها دلوقتي، ما تكونش محتاجة لتدريب سنين. أهلا أبو شعر. أهلا تحفة. بتعمل إيه؟ أنا بنقل الطوب. وبتنقل الطوب ليه؟ عادي، لأنه تمرين رائع. أيوة بص، هحركهم هنا. خلي بالك يا أبو شعر. خلي بالك. هحطهم هنا. شاطر فعلا. ودلوقتي ارجعهم. خلي بالك. ليه؟ نفس المكان. ايوه صح. تحفه عنده حاجه يعملها دلوقتي، مش محتاجه سنين من التدريب. التمرين. ايوه تحفه هيحرك الطوب. ايوه صح. مرة تانية. الطوب ده تقيل قوي. فعلا هما تقال جدا، لازم تكون قوي زيه علشان تعرف تحركهم. هتعمل كده ازاي؟ شوف بنفسك. بص يا ابو شعر، هشيل طوبه واحده كل مره. صحيح تحفه مش قوي، لكن تحفه سريع. فعلا يا تحفة، مش أنا قلت لك إن موضوع نقل الطوب ده تمرين رائع؟ أهلا، عامل إيه؟ تعبان شوية النهاردة. ليه ما تلعبش شوية رياضة؟ لكن أنا تعبان جدا. هتبقى كويس لو لعبت شوية رياضة. طيب خلاص هحاول. كويس، تعالى نركب عجل ونعوم شوية وبعدين نجري ونعمل شوية ضغط ونفرد جسمنا ونتزحلق شوية، نلعب كورة وتنس ونطلع الجبل. يا انا احسن بكتير. وانا عايزه انام شويه.
فندق الأرقام، فندق الأرقام، أهلا بكم في فندق الأرقام. مساء الخير، هطلب منك طلب غريب شوية ويا ريت ألاقيه. في فندق الأرقام كل الطلبات الغريبة موجودة يا فندم، تحت أمرك. عاوز أوضة يكون لها 14 مفتاح. 14 مفتاح؟ أيوة 14 مفتاح، أصلي دايما المفاتيح بتضيع مني. ما تقلقش يا فندم، حضرتك عاوز الأوضة لمدة كام يوم؟ 14 يوم برضو. يبقى أكيد الأوضة رقم 14 هي الحاجات اللي بنشتريها من السوق، وكلمة ثبات بتبتدي بحرف السين. يا سلام، سمكة، سمكة بتبدأ بحرف السين برضو. العصاية السحرية عطلت تاني. طيب أنا هحط السمكة في السبت وأروح. سلام. سين، سين، سمكة، سمكة. جزرة، جزرة. واقف لوحدك كده ليه يا نمنم؟ بفكر في حل للمشكلة اللي أنا فيها يا فلفل. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ قولي وأنا أساعدك. أنت عارف يا فلفل إن فريق مصر هيلعب ماتش كورة مهم النهاردة. طبعاً عارف، فين بقى المشكلة؟ أنا عاوز أشجع فريق مصر. طيب ما تشجعه، حاجة بسيطة خالص، علي صوتك وقول بيب بيب مصر مصر بيب بيب. لا لا لا، ما ينفعش يا فلفل أعمل كده، لو عليت صوتي هعمل دوشة وهضايق كل الناس في عالم سمسم. فعلا عندك حق يا نمنم، ما ينفعش نعلي صوتنا عشان ما نزعجش الناس اللي حوالينا. طيب أعمل إيه بقى علشان أشجع مصر يا فلفل؟ ولا يهمك يا نمنم، أنا عندي فكرة. ثانية واحدة، اتفضل يا نمنم. ايه ده؟ ده علم مصر، لو حركته كده من غير اي صوت هتبقى بتشجع مصر من غير ما تعمل دوشة. لو حركته من غير صوت ما حدش هيعرف اني بشجع الفريق يا فلفل. في دي برضو عندك حق يا نمنم. طيب اعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ ثانية واحدة، ايه رأيك بقى يا نمنم؟ ايه
ايه ده يا فلفل؟ دي يافطة مكتوب عليها بيب بيب مصر مصر، لو رفعناها كده الكل هيعرف اننا بنشجع فريق مصر من غير ما نعمل دوشة خالص. صح يا فلفل، بس هو كان المفروض. يا فلفل يا نمنم، ايه انتوا مش جايين معانا ولا ايه؟ الله، على فين؟ رايحين الاستاد نشجع فريق مصر. صح، وهناك نقدر نعلي صوتنا ونقول بيب بيب مصر مصر، مصر زي ما احنا عايزين. صح يا نمنم، مظبوط. يلا انا هروح معاك. طب يلا بينا. يلا بينا. صحيح ده حاجه الله، استنوني استنوني، انا كمان جاي معاكم. ايه ده؟ مش دلوقتي، لما اروح الاستاد بقى ابقى اعلي صوتي براحتي.